بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي متابعي قناة عماد محمد على اليوتيوب السلام عليكم ورحمة الله اليوم جيتكم فيديو جديد وهو لمراجعة هاتف شاومي الجديد كليا من الفئة العليا نوت 9 وبقوية أصدقائي أعلنت شركة شاومي عن أقل هاتف في سلسلة النوت 9 ليكون تطوير خفيف عن الإصدار السابق اللي هو نوت 8 حيث تم تغيير التصميم كليا والكاميرا الأمامية أصبحت موجودة في ثقب على اليسار وهو أفضل من النوت السابق كما تم تطوير المعالج بشكل كلي وإضافة معالج جديد من ميديا تيك وإضافة بطارية أكبر مع شاحن سريع مرفق بالعلبة خلونا نتعرف على مواصفات هذا الموبايل بصورة كاملة الفيديو هذا راح يكون مقسم إلى ثلاث أقسام، القسم الأول مواصفات الجهاز بالتفصيل، والقسم الثاني عيوب الجهاز، والقسم الثالث مميزاته اللي يتميز بها عن غيره من الأجهزة. نبدأ مع المواصفات، أولاً أبعاد الهاتف، الهاتف يأتي بأبعاد 162 ملم طول و77 ملم عرض و8.9 ملم سمك، ووزن الجهاز ثقيل نوعاً ما 199 غرام. يدعم الجهاز ميزه الاي ار بلاستر الخاصه بالتحكم بالاجهزه الكهربائيه تذكرون اللي كان يستعمل موبايلات نوكيا سابقا كان ممكن تنصب لها برامج وباستعمال تقنيه الانفراريد او الاشعه تحت الحمراء ممكن واحد يتحكم بالتلفزيون بالسبلت بالساتلايت وغيرها من الاجهزه اللي تدعم الريموت كنترول الهاتف ايضا يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم كارت ويدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع ال2G وال3G وال4G الهاتف طبعا متين جدا والخامات اللي انصنع به وهي من البلاستيك مع اطار من البلاستيك اللامع بالاضافه لدعم الهاتف لطرد قطرات المياه الخفيفه نجي هسه على شاشه الجهاز الشاشه تاتي بشكل ثقب الدوت ديسبلاي الثقب يجي باعلى يسار الشاشه مثل هاتف ريل 6 الشاشه من نوع اي بي اس ال سي دي بمساحه 6.5 انج تحديدا 6.53 انج بجوده فول HD دي بدقه 2340 x 1080 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 395 بكسل لكل انج مع طبقه حمايه من نوع غوريلا جلاس الجيل الخامس والشاشة تحتل مساحة 83.5% من الواجهة الأمامية الشاشة أيضا تدعم الأبعاد الجديدة بنسبة 19.5 على 9 يعني شوية أطول من الموبايلات الاعتيادية الموبايلات الاعتيادية 19 على 9 هذا 19.5 على 9 لعرض محتوى أكبر من الفيديوهات ولعب الألعاب ويمكن استخدام الإيماءات بدل من أزرار التحكم للاستمتاع بحجم الشاشة الكاملة بالإضافة لدعم الشاشة لوضع الدارك مود الهاتف يتوفر بأكثر من أصدار من ناحية الذاكرة الدائمية والذاكرة العشوائية أي من ناحية الهارد والرام الأصدار الأول يجي بذاكرة دائمة بسعة 64 جيجا بايت ورام 3 جيجا بايت الأصدار الثاني يجي بسعة 128 جيجا ورام 4 جيجا نوعية الهارد طبعا EMC 5.1 ونوعية الرام هي DDR4X الهاتف يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق الكارت مال الميموري حتى 512 جيجا بايت في منفذ مخصص أما المعالج فالمعالج اللي يجي ويا الجهاز هو هيليو جي 85 بتقنية 12 نانو مع معالج رسومي من نوع جي 52 ليكون أول هاتف يأتي بهذا المعالج نجي هسه على الكاميرا الكاميرا الأمامية تجي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحه عدسه 2.3 وتدعم الكاميرا الاماميه اكثر من وضع حيث يدعم البورتري وجمال الذكاء الاصطناعي اللي يسمونه اي اي بيوتي وغيرها من الاوضاع الهاتف يدعم الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج اثناء استخدام الهاتف بصفه عامه نجي هسه على الكاميرا الخلفيه كاميرا الهاتف الخلفيه رباعيه تجي الاولى بدقه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8 وهي الكاميرا الاساسيه، اما الكاميرا الثانيه فدقتها 8 ميجا بكسل بفتحة عدسه 2.2 وهي الخاصه بالتصوير الواسع، اما الكاميرا الثالثه فتجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحة عدسه 2.4 وهي الخاصه بوضع الماكرو، يعني تصوير الاشياء الدقيقه الصغيره جدا اللي نقدر نقرب كلش عليها بدون ما تتغوش الصوره، اما الكاميرا الرابعه فتجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحة عدسه 2.4 وهي الخاصه بالعزل. يعني البورتريه يعني لما ناخذ صوره لشخص تغوش الخلفيه مالته تلقائيا والكاميرات هاي تجي مدعومه بفلاش خلفي احادي من نوع ال الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بتقنيه فول HD دي بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه كما يدعم ايضا التصوير بجوده الاتش دي العاديه بدقه 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار بالثانية كما يدعم التصوير سلو موشن بجودة الـ HD بدقة 120 إطار بالثانية الهاتف أيضا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ويدعم البلوتوث الأصدار الخامس الهاتف بي جي بي اس التحديد الموقع الجغرافي ويدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الأي جي بي اس والجلوناس الهاتف يدعم الواي فاي بالتأكيد ويدعم الهوت سبوت والواي فاي دايركت والدوال باند أما منفذ اليو اس بي فهو من نوع اما وسائل الامان والحمايه فالهاتف يدعم مستشعر البصمه وياتي في ظهر الهاتف بالاضافه لدعمه الى خاصيه الفيس انلوك او فتح القفل باستعمال الوجه الهاتف فيه مستشعرات اخرى مستشعر التسارع القرب البوصله الجيروسكوب الخاص بنظارات الواقع الافتراضي اما بطاريه الجهاز فالجهاز ياتي بسعه 5020 ملي امبير ويدعم الشحن السريع بقوه 18 واط والشحن العكسي بقوه 9 واط يعني نقدر انه نشحن اجهزتنا الاخرى عن طريق هذا الجهاز وهو مع الهاتف بالباكيت مالته شاحن بقوه 22 واط ويقوم بشحن الهاتف بكفاءه دون ضرر على البطاريه يتوفر الهاتف بنظام تشغيل اندرويد العاشر مع واجهه شاومي ام اي يو اي 11 الوان الهاتف اللي موجود بها هو الابيض والرمادي واللون الاخضر هذا فيما يخص كل مواصفات الهاتف بالتفصيل اما عيوب هذا الهاتف فاولا علبه الهاتف ما يجي ويا سماعات الأذن شركة شاومي هالمرة ما خلت سماعات تجي ويا الجهاز العيب الثاني الهاتف لا يدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K مثل النسخة القديمة ريدمي نوت العيب الآخر هو لا يدعم الإضاءة مع الإشعارات يعني أكو بعض الأجهزة لما لنا إشعار يقوم يشتغل الفلاش يرمش فهذا ما يدعم هذا الشيء العيب الآخر هو ظهر الهاتف من البلاستيك بعد أن كان من الزجاج بالإصدار الأقدم العيب الآخر هو بالرغم من دعم الهاتف للشحن السريع ومرفق ويا شاحن سريع إلا أن الهاتف في فول شحن بحوالي ساعتين ونص بصورة عامة الهاتف يعتبر تطوير لهاتف ريدمي نوت 8 تصميم جديد كليا، شاشه اكبر وشكل مختلف، الثقب صار بدل النوتش وهذا فد كلش حلو، بطاريه اكبر مع وجود شاحن سريع مرفق بالعلبه، اما مميزات هاتف شاومي ريدمي نوت 9 اولا يدعم تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت، ثانيا تصميم الهاتف جميل جدا اكثر مما تتصوروه بطارية الهاتف تصمد لفترة طويلة جدا خلال اليوم لان سعته كلش كبيرة مثل ما قلت لكم 5020 ملي أمبير أداء قوي من ناحية الكاميرا الخلفية تفوق على معظم المنافسين اللي بهالسعر الهاتف يدعم الآي آر بلاستر اللي هي للتحكم بالأجهزة الكهربائية عن بعد بتقنية الأشعة تحت الحمراء معالج الميديا تك جي 85 جيد جدا في تشغيل الألعاب وخصوصا جماعة الببجي دقة التصوير الفول اتش دي تعطي اداء جيد جدا في تصوير الفيديوهات، والميزه الاخيره هو انه ياتي مع نظام تشغيل الاندرويد العاشر مع واجهه شاومي ام اي يو اي 11 مع ضمان تحديثها اللي راح ينزل قريبا اللي هو ام اي يو اي 12. هاي كل المواصفات والمميزات والعيوب، الهاتف جميل جدا ورائع وخصوصا التصميم مالته، تصميم الكاميرات الخلفيه، وضع الكاميرا الأمامية في الثقب أعلى يسار الشاشة حجم البطارية كثير من الأمور يحتويها هذا الهاتف نجي هسا على موضوع السعر هذا الهاتف مثل ما قلت لكم يجب أكثر من سعة تخزينية 64 جيجا و128 جيجا أما ال64 جيجا فسعره 157 دولار وأما ال128 جيجا فسعره 172 دولار مقارنة بأجهزة الآيفون والسامسونج السعر جدا 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 رخيص مع مواصفات جدا عاليه، هذا كل ما لدي، ختاما احب اقدم شكري لشركه قصر الشرق لتوفيرهم هذا الجهاز لعمل مراجعه له وعرض مواصفاته إلى حضراتكم، اتمنى تسوون اشتراك بالقناه وتفعلون زر الاشعارات وتخلون اعجبني للفيديو، واكتبوا لي ملاحظاتكم بالتعليقات شنو الموبايلات اللي تحبون اسوي لها مراجعه شامله وشنو الموبايلات اللي تحبون اسوي لها مقارنه مع غيرها من الموبايلات. والسلام عليكم